اضافه الى الطريق العرض رقم واحد اللي هو واصل من بورسعيد للقنطره يعني اشد فبنا والقوم هنا بقى والابطال وحتى راس سدر تحت. الطرق دي كانت طريق حرفين اتجاهين. طريق حرفين اتجاهين، انا عارف ان في هنا مهندسين مدني كتير من اللي موجودين بنسميه فهم الطرق تو واي تو لين. تو واي تو لين. احنا الوقت بنعمل طرق اتجاهين اثنين منطقه انفاق والتخطيط لاثنين منطقه انفاق تانيين. خططنا يا فندم وبننفذ دلوقتي يعني بننفذ يعني احنا دلوقتي في مرحله التعاقد مع مكتب استشاري عالمي وشركه عالميه لتوريد معدات حفر الانفاق. خططنا يا فندم منطقه انفاق في منطقه جنوب